نكمل من كلامه هو يعني لونشينمون هو اللي بيه الفايده. هذا اول ماتش تلعب مرتاح خاطر وراك ان غون غارديان كيما سايف وقدامك ان غون كاليبر في تونس اللي هو سميح. هذوك اللي عاونوني بالقدا باش ما كنتش ستريسي لعبت. وهذه يعني اول ماتش ان شاء الله نكمل هكا. وهذيك الفايده يعني غاب سامي غاب بلال غاب جزيري في دونز ان غون كلوب كيما الكلوب افريكا ما تلقاش يعني دي بروبليم كيما قال الكوتش يعني انا لا وني لا باش نلقاو دي سوليوشن. هذاك اللي صار اليوم انا البارح شهاب غدوه جوار اخر وان شاء الله يعني ديما كاك ان شاء الله يعني الكلوب ما عرفت يعني البالماريس نتاعها يعني الكل لقاتو يعني بلي جون جوار نتاعها بولادها من سي لوت في المحاي سي اللي كانوا قبل يعني من التسعينات. هذاك هو يعني تو وقتنا احنا ان شاء الله ناخذوا منهم المشعل وان شاء الله نعملوا اللي حابينه احنا في الكلوب ونرجعوا الكلوب افريكان اللي تستحقوا لنيفو تستحقوا ان شاء الله. عاشك الحمد لله الساعة حققنا الانتصار زمن مع ثاني مباراة معناها مش خلينا نخدمه في أكثر أريحية معناها للماتش هلال السوداني وربي معنا معناها إن شاء الله في تحسن وباش ترجع الكلوب بالمكان. هاي صحيح هي البوست نتاعي معناها أكسيال هما اثر ما اللي فات الفريق باش يستحقني كارير جوش معناها نلعب وكل شيء ما فما شيء صحيح معناها الحمد لله.